ما معنى اسم ريتاج؟ تنوعت الأسماء واختلفت، فترانا نسمع بأسماء غريبة ونجهل معناها، خصوصا وأن الأهل يحبون أن يسموا أولادهم أسماء غريبة غير معروفة، لأن ذلك برأيهم يعطي هيبة ويجذب الانتباه لأطفالهم ويجعلهم مميزين بين أقرانهم. دعونا نتحدث عن بعض هذه الأسماء الغريبة والجميلة ونستعرض معانيها. ريتاج، لا يوجد في معاجم اللغة العربية معنى لكلمة ريتاج، وهذا خطأ شائع جدا بين الناس، والصحيح هو ريتاج ليس ريتاج، ومعناه كما جاء في معجم لسان العرب هو الباب المغلق. ريتاج هو الباب المغلق، وله أيضا معنى الباب العظيم والكبير. ومن الأخطاء الشائعة أيضا أن معناه باب الكعبة أو مفتاح الكعبة، وذلك ليس صحيحا، فلا يوجد باب للكعبة أو مفتاح لها بهذا الاسم، ولكن عندما يقال ريتاج الكعبة ذلك يعني باب الكعبة العظيم، ومن غير إضافة الكعبة يبقى المعنى كما ذكر بالسابق معناها الباب العظيم.